في الجزء الأول من هذا الدرس ذكرنا أن لغة نوبين تحتوي على نوعين من الكسور الطبيعية، وهما الكسر الجذري ديرتي النودجون ديرتي النودجون ديرتي النودجون، والكسر المركب ديرتي النودجوكافي ديرتي النودجوكافي ديرتي النودجوكافي. وعرفنا الكسر الجذري بأنه هو الذي يكون على صيغة واحد على جاما، حيث جاما تمثل أي عدد صحيح. وبالنوبية نكرر نفس العبارة ديرتي النودجون تلي موين جاما كوتشيل كالجي ديرتي النودجون تلي موين جاما كوتشيل كالجي ديرتي النودجون تلي موين جاما كوتشيل كالجي. واليوم عاوزين نتكلم عن الكسر المركب، ونبدأ كلامنا بتعريف عن الكسر المركب. فما هو الكسر المركب؟ وبالنوبية نكرر نفس السؤال ديرتي النودجوكا في مني ديرتي النودجوكا في مني ديرتي النودجوكا في مني. والإجابة هي هو الكسر الذي يأتي على صيغة فاي على جاما، حيث تمثل كل من فاي وجاما عددان صحيحان. ونقول نفس الكلام بلغة نوبين ديرتي النودي جوكا في انت اللي فاي جاما كتجيل ناكركين ديرتي النودي جوكا في انت اللي فاي جاما كتجيل ناكركين ديرتي النودجوكا في انت اللي فاي جاما كوتشيل ناكركين. وخلينا نشوف مع بعض أمثلة للكسور المركبة في لغة نوبين، ونتابع القراءة الرياضية لها في لغة نوبين. المثال الأول 4/5 كم سوديجين كوتشيلا كم سوديجين كوتشيلا كم سوديجين كوتشيلا. المثال الثاني 5/4 ديج كم سون كوتشيلا ديج كم سون كوتشيلا ديج كم سون كوتشيلا. المثال الثالث 6/100 غورجو إيميلين كوتشيلا غورجو إيميلين كوتشيلا غورجو إيميلين كوتشيلا. وتمثل هذه الطريقة القراءة الرياضية أو الحسابية للكسور المركبة في لغة نوبين. وننتقل للموضوع الثاني اللي عاوزين نناقشه الليلة، وهو كيفية قراءة الكسر المركب لغويا أي في لغة نوبين. ونعيد السؤال بطريقة ثانية ليتضح السؤال، والسؤال هو كيف يقرأ الكسر المركب في لغة نوبين؟ كيف يقرأ الكسر المركب في لغة نوبين؟ نقول نفس السؤال بالنوبية هكير نوبين نوغو ديرتي نودي جوكا في اوغاتاكي هكير نوبين نوغو ديرتي نودي جوكا في اوغاتاكي هكير نوبين نوغو ديرتي نودي جوكا في اوغاتاكي. والإجابة تكون هي لكي يقرأ الكسر المركب لا بد من تحليله إلى كسر جذري أولا، أي أن كل كسر مركب هو عبارة عن ناتج ضرب كسر جذري في عدد صحيح. ونرمز للكسر الجذري بواحد على جاما،
وبالعدد الصحيح المضروب فيه بفاي، وبالتالي يكون لقراءة الكسر المركب لا بد من إيجاد الكسر الجذري واحد على قامة والعدد الصحيح فاي، واعتبار أن الكسر المركب هو كسر جذري مكرر عدد فاي مرة. ودعنا نناقش هذا المفهوم في أول مثال لنا لكي يتضح. المثال بيقول كيف نقرأ الكسر 2/3، يعني تلتين، والقراءة الحسابية هي زي ما قلنا أوو تسكن كوتشيلا، أوو تسكن كوتشيلا. طيب كيف ممكن نقرأ تلتين قراءة لغوية؟ نتبع نفس الطريقة التحليلية، نقوم أولا بتحليل الكسر المركب 2/3 ونحصل على الكسر الجذري اللي هو تلت تسكتي تسكتي، اللي هو في صيغة 1/قامة مضروب في العدد 2 والبيمثل فاي، يعني 2/3 عبارة عن تلت في 2، وبالتالي قراءة الكسر المركب 2/3 تعتمد على الكسر الجذري 1/3 أو تلت تسكتي. ويمكن اعتبار 2/3 عبارة عن تلت مكرر مرتين، وبالتالي ممكن نقراه على إنه تسكتيرو تسكتيرو تسكتيرو. ولإيضاح هذه الطريقة بشكل كامل خلينا ناخذ أمثلة أكثر، ومن الأمثلة ممكن تتضح الطريقة. المثال الثاني عاوزين نقرأ 3/2، 3/2 نحللها إلى الكسر الجذري بتاع 1/2 اللي هو نص، ونص بالنوبية فجتي مضروب في العدد 3 اللي هو بيمثل فاي اللي هي تسكو، يعني فجتي في تسكو. نقرأ فجتي تسكو فجتي تسكو فجتي تسكو. 4/5 بنفس الطريقة اللي هي خمس في 4 ديتشي كمسو ديتشي كمسو ديتشي كمسو. 5/4 اللي هي ربع في 5 كيميس سيديجا كيميس سيديجا. 3/20 اللي هي 1/20 في 3 أورويتي تسكو أورويتي تسكو أورويتي تسكو. 7/100 اللي هي 1/100 في 7 إميليتي كولودا إميليتي كولودا إميليتي كولودا. 3/700 يعني 1/700 في 3 إميل كولودو تيتوسكو إميل كولودو تيتوسكو إميل كولودو تيتوسكو. 6/1000 يعني 1/1000 في 6 دوريتي غورجو دوريتي غورجو دوريتي غورجو. وخلينا ناخذ مع بعض أمثلة تطبيقات على الكسور المركبة في اللغة، ونبدأ بالمثال الأول بيقول ذاك المزارع يستطيع في يوم واحد أن يسقي ثلثي أرضه ذاك المزارع يستطيع في يوم واحد أن يسقي ثلثي أرضه. وكلمة ثلثي هي الكسر المركب، ونشوف كيف بنقول الجملة مع بعض بلغة نوبية.
منتور بر اوغوة تيكا قرطة نيتو سكوترو اسكاديجي منتور بر اوغوة تيكا قرطة نيتو سكوترو اسكاديجي منتور بر اوغوة تيكا قرطة نيتو سكوترو اسكاديجي. والمثال الثاني بيقول اعطي هذا الرجل 4 أخماس المبلغ. اعطي هذا الرجل 4 أخماس المبلغ. إنتا شونغرين دي تيكيمسو أرتي. إنتا شونغرين دي تيكيمسو أرتي. إنتا شونغرين دي تيكيمسو أرتي. والمثال الثالث والأخير بيقول 3/4 الشباب في قريتنا يرغبون في الزواج. 3/4 الشباب في قريتنا يرغبون في الزواج. مارونا بودرين كيميسيتوس كولدينانغا فيرجين. مارونا بودرين كيميسيتوس كولدينانغا فيرجين. مارونا بودرين كيميسيتوس كولدينانغا فيرجين.